تعدي، بيتمرنوا على حركات، كان اياميكو ده؟ طبعا يعني طبعا مليون في المية، واحنا كنا بنتعلم من الاجيال الكبار وفي نفس الوقت بنتفرج على الكرة العالمية. كان احنا في الجيل بتاعنا مارادونا كان بيقلب الناس كلها في 86، كان عنده 14 سنة فكل نظرنا. بس هي الفكرة في حاجة كبسية، الحرفنة انواع. انت كمشاهد ايه اللي انت بتحبه فهتروح للنجم اللي بيديلك الحاجة اللي انت بتحبها. يعني مثلا في لعيبة الحرفنه بتاعتها بترقص وهي بتجري مثلا، يعني انا كنت كده مثلا. طبعا قبليه كابتن طاهر ابو زيد كان كده حريف بيجري، كابتن مثلا رضا عبد العال وهو صغير كان كده. في حريفه ترقصك بس وهو واقف وممكن يضحك عليك الناس، ودي حرفنه ناس كتير بتحبها. كابتن حماد عبد اللطيف كان كده، كان يعمل كده وبعدين يقف وانت تروح رايح ويعذب. حازم امام كده طبعا، حازم امام كبير. محمود عبد الحكيم كده يروح وياخد ويرجع. ففي جمال حمزه مثلا من نوعيه الحريفه اللي تروح. فانت الفكره انت بتستمتع بايه؟ في نوعيه حرفنه كانت زي كابتن الخطيب، يدخل فيها كابتن حمدي نوح، يدخل فيها محمد صلاح ابو جريش، اللي هي حرفنه حساسيه جسمك على الكوره. كرة تجيلك تروح واخدها على صدره كده، روح موقفها كده حاجة، بص مش يعني تشوط له طلقة يروح، حاجة حرفانة غير عادية فيما يخص امتصاص الكورة. مين أحرف لعيب لعبت معاه؟ لعبت معاه كتير، لعبت معاه كتير. لا حرام يعني، ما لا في لعيبة كتير حريفة. أحرف واحد مين؟ لعبت معاه في الأهلي طيب ولا في المنتخب؟ أيوة زي ما أنت ولا عايز. في إيه ولا يعني في الاهلي؟ اصلي في الاهلي الحريفه لا، يعني رضا عبد العال احرف لعيب، احرف لعيب. بس كمان كان في ناس جامده، لعبت مع كابتن طاهر ابو زيد حاجه جامده جدا. لعبت بتفرج على حاجات لكابتن رضا، كان لعيب كبير. عمرو انور، كابتن عمرو انور لعيب كبير، لعيب كبير قوي يعني. لعيب كبير حريف. لا جال محمد عبد الجليل، جه في اجيالنا لعيبه كتير حريفه. احرف لعيب جه في تاريخ مصر مين؟ مفيش حاجه اسمها كده. انا ما رضيتش اشارك في الاستفتاء الاخير لانه مش مقنع. مفيش حاجه اسمها احسن واحد في التاريخ، مفيش حاجه كده في الدنيا. طب من احسن مين؟ كل واحد يعني مثلا محمد صلاح مثلا ما اقدرش ما يعني محمد صلاح، لكن موهبته مختلفه مثلا عن موهبه الكابتن الخطيب. يعني مفيش مقارنه. انا مقارنه الاجيال دي انا ما بقتنعش بيها. مثلا واحد زي الكابتن ابراهيم يوسف ده حريف جدا بس في حته تانية خالص. طب فموضوع احرف لعيب دلوقتي موجود مين في الجيل دلوقتي؟ احمد عبد القادر اهو قولا واحد. شوف على طول ازاي من وجهه نظري. افضل لعيب في الدوري المصري مين؟ افضل لعيب في الدوري المصري زيزو. انا كنت هقول كده والله. من غير ما تقول يا كابتن. بص احنا واجهتك احنا تلامذتك. لا 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 لا, 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 لا ده فعلا زيزو بس مش زيزو لوحده. يعني زيزو وينافس معاه ناس ثانيه جامده جدا. واللي يوصل للاخر، لان ما فاتش غير جزء قليل جدا من الموسم، لكن حمدي فتحي شغال بشكل كويس قوي قوي في مصر وفي النادي الاهلي. ديانج هايل، ديفندر قوي جدا. لعيبه كتير ممكن تيجي، ما اعرفش حاله اشرف بن شرقي هل هيكمل على التالق ولا هيكمل على ولا مش هيتالق. لو تالق اشرف بن شرقي عنده حلول، عنده حلول كتير. احمد عبد القادر بقى الموهبه اللي جايه، لعيب سنه صغير عنده جرأة، عنده شخصية انه ياخد الكرة ويروح للمدافع ويقلب اي حد، ما عندوش مشكلة. هيطور من نفسه ولا لا؟ هيستمر على كده ولا لا؟ هيروح في حتة فين؟ هيروح قدام؟ رأيك في انتقاد الكابتن ايهاب جلال؟ في لعيبة كانت جامدة جدا جدا، في مثلا عمرو سماكة، واحد من احرف اللعيبة اللي جت مصر. مثلا رضا صالح جمعة، صالح جمعة لعيب حريف جدا. ربنا يرجعه بالسلامة. يعني